المذاكرة هي حاجة ثابتة وموجودة في حياتنا وجزء لا يتجزأ منها، ولكن هل في قواعد للمذاكرة؟ هل ممكن بشوية حاجات أغير مذاكرتي وأخليها فعالة أكتر وفيها إنتاجية أكتر؟ في الكورس ده هنتكلم عن المذاكرة الفعالة، أو إزاي ممكن تذاكر وتقرأ المنهج بتاعك بطريقة فعالة أكتر وتجيب معاك مفعول أكبر. فيلا بينا. ومساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين قناه دكتور هيرو، اهلا وسهلا بكم في اول حلقه في كورس المذاكره الفعاله. الكورس اللي هنتكلم فيه مع بعض عن الحاجات الاساسيه والمهمه في طريقه مذاكرتك. كلنا في الفتره الحاليه مزنوقين ومش عارفين نتعامل ازاي، فهل في طرق ممكن تسهل علينا الموضوع وتخلينا نجيب مفعول اكبر واعلى ونتيجه افضل من ده ولا لا؟ الكورس ده هيبقى متقسم لكذا حلقه ولكذا موضوع، كلهم في الاخر بيصبوا في مصلحه الشخص اللي بيذاكر وعايز يعرف هو ماشي على الطريق الصح ولا لا، وازاي ممكن يحسن من طريقه مذاكرته. ولكن قبل ما ننتقل للكورس بتاعنا، فلو اديتني 20 ثانيه اكلمك عن سبونسر النهارده هبقى شاكر ليك. سبونسر النهارده هو نون اكاديمي. نون اكاديمي هي منصه تعليم موجوده في معظم دول الوطن العربي. نون اكاديمي عملت باقه كويسه جدا وهي نون بلس. نون بلس هي عباره عن اشتراك شهري لمدرسين كتير جدا في حته واحده، يعني بدل ما تاخد فلوس درس علم النفس من والدك عشان تخنصرهم وتحطهم في جيبك وانت اصلا في علمي، دلوقتي والدك هيدفع الفلوس كلها مره واحده وهيبقى عارف انك خدت كل المواد ومع اكتر من مدرس. قيمه الاشتراك الشهري 390 جنيه لاكتر من 17 مدرس، ولو استخدمت الكود الخاص بيا اللي هيظهر على الشاشه هتاخد خصم 10% كمان. ولكن المفاجاه اللي اكبر من كده انك لو طالب في ثانيه ثانوي فهتلاقيني من ضمن المدرسين بتوع نونو بلس بشرح لك ماده الاحياء، ولو انت في سنين ثانيه غير ثانيه ثانوي فهتلاقي مدرسين شاطرين زيي واحسن كمان. هسيب لك رابط نونو بلس في صندوق الوصف وفي اول تعليق، ويلا بينا على الكورس بتاعنا بقى. في اول حلقه من حلقات الكورس بتاعنا هنتعلم ازاي نعمل تو دو ليست. التو دو ليست او قائمه المهام هي اهم خطوه تبدا بيها مذاكره فعاله وفيها انتاجيه. طب يعني ايه تو دو ليست؟ تو دو ليست هي قائمه مهام بنعملها كل يوم بنحدد فيها الحاجات اللي احنا لازم نعملها النهارده. طب ايه انسب وقت ممكن نعمل فيه قائمه المهام؟ انا برايي ما تستناش لعند الصبح ما يجي عشان تعمل قائمه المهام الخاصه باليوم بتاعك، اعمل قائمه المهام من قبل ما تنام. كلنا قبل ما ننام بنبقى متوترين عشان تاني يوم ورانا شغل كتير او مذاكره كتير، ولكن لما بنكتب التو دو ليست من قبل ما ننام او اليوم اللي قبله ده بيخلينا نريح الاسترس اللي عندنا ونبقى عارفين بكره هنعمل ايه. لو اجلنا كتابه التو دو ليست لتاني يوم الصبح فغالبا الصبح بنبقى مش عارفين نبدا بايه وبنضيع وقت كبير جدا في ان احنا نحدد اولويه واهميه الحاجات اللي لازم نعملها. فاكتب التو دو ليست بتاعتك قبل ما تنام وحضرها لتاني يوم. الادوات اللي هتحتاجها ممكن على ورقه وقلم عادي جدا بالطريقه التقليديه، ولكن انا افضل بانك لو في سبوره في البيت فتخليها على السبوره عشان تبقى بحجم كبير وتبقى شايفها طول اليوم، او لو معاك برامج زي جوجل كيب نوشن او اي حاجه بتنظم عليها المهام بتاعتك، مش هتفرق سواء كانت ورقيه او على السبوره او ديجيتال، المهم تكتبها. ولكن خلي القائمه دي معاك طول يومك، يعني ما تروحش تكتبها وتنسى انت حاططها فين، خليها معاك طول اليوم عشان لما تخلص وتعمل تشيك كده يا ابني هي المذاكره بتخلص؟ قوم ذاكر. ازاي ممكن نعمل قائمة مهام ونلتزم بيها؟ خدت كورسات كتير جدا في الموضوع ده وقرأت فيه كتير قوي عشان كنت فعلا عايز استفيد واحط افضل تو دو ليست بالنسبة لي. اكتشفت بعد قراءة كتير ودراسة في الموضوع ده ان التو دو ليست المفروض ما تزيدش عن 3 حاجات، بالكتير قوي 4 حاجات ممكن اعملهم في اليوم. لما بتكتب 15 و20 حاجة عايز تعملهم غالبا بتوصل عند رقم 10 وبتحس ان انت خلاص ما عدتش قادر، بس حاسس انك محبط لانك ما خلصتهاش، في حين انك لو كنت كاتب 8 بس كان زمانك عملت الـ8 وعملت فوقهم 2 زياده كمان. انا بالنسبه لي خلي في على التو دو ليست بتاعتك حاجه رئيسيه وحاجه اضافيه. الحاجه الرئيسيه تبقى 3 أو 4 مهام ما تزيدش عن كده، والحاجات الاضافيه ده لو انت مزاجك كان يسمح بعد ما خلصت الاساسيين او لو كان وقتك يسمح ممكن تعملهم، ولكن الاساس بتاعك هم الـ3 أو الـ4 مهام الرئيسيين مش الاضافيين. نصيحه ليك، ما تحطش الروتين اليومي بتاعك على قائمه المهام. لو انت متعود تفطر في ميعاد معين فما تحطهاش على قائمه المهام. لو متعود تصلي الفروض بتاعتك في اوقاتها فما تكتبهاش على قائمه المهام. اكتب الحاجات اللي لو ما اتكتبتش مش هتتعمل. ترتيب قائمه المهام مش مهم قوي، يعني مين الاول ومين بعد كده مش ذو اهميه. ساعات ما بيبقاش لينا نفس نعمل الحاجه الارجنت والضروريه والمهمه في البدايه، مفيش مشكله، كده كده قائمه المهام الرئيسيه بتاعتك فيها 3 أو 4 مهام بس، فابدا باللي نفسك رايحه ليها
وبعد كده اشطب عليها وروح على اللي بعدها. فالترتيب مش هيفرق قوي، كده كده انت ان شاء الله هتخلص الثلاث او اربع مهام دول. حاول تحط ديدلاين او ميعاد نهائي للحاجات الاساسيه او الرئيسيه، يعني كتبنا قائمه مهام فيها ثلاث او اربع حاجات رئيسيه وثلاث حاجات اكسترا او اضافيه. حط ديدلاين للحاجات الاساسيه، مثلا لو انت صاحي الصبح ان الديدلاين يبقى المغرب مثلا، فبالتالي لو وصلت للمغرب وانت خلصت كل الحاجات الرئيسيه فبقى معاك وقت للحاجات الاضافيه. لو جيت على المغرب وما خلصتش الحاجات الرئيسيه فتبقى عارف انك مزنوق ومحتاج تجتهد اكتر عشان تخلص ده. وطبعا الديدلاين او المواعيد دي هتعرفك انت بتقدر تنتج قد ايه، فوانت بتحضر التودو ليست بتاع تاني يوم هتبقى عارف ان انت اخرك مثلا تذاكر درس او درسين، محاضره او محاضرتين، مش اكتر من كده. كونك تعرف قدرتك عامله ازاي ده مهم جدا في التخطيط لقدام عشان ما تفترضش افتراضات عن نفسك مش موجودة. والنصيحة ليك، خلي وقت المهمة الواحدة مش اكتر من ساعة ونص بالكتير، لانها لو اكتر من كده فكده ممكن تضيع اليوم كله وانت بتعمل في حاجة واحدة. لو المهمة ممكن تاخد معاك اكتر من ساعة ونص فقسمها على مهمتين عشان تحس ان انت انجزت حاجة وبتروح للحاجة التانية اللي بعدها. تقسيم المهام ده بيخلينا ننجز اكتر وبيخلي الموضوع سهل بالنسبة لنا، زي بالظبط لما بجي بعمل فيديو بقسم الفيديو ده لاكتر من مرحلة، كتابة وتصوير وتعديل ورفع، مش كلهم بيتعملوا في نفس الوقت عشان ما احسش ان الموضوع صعب بالنسبه لي. ولما توصل لاخر اليوم وتعمل تشيك او علامه صح جنب كل الحاجات اللي انت كتبتها لنفسك وعملتها الحمد لله، ما تنساش تكافئ نفسك، انت راجل عظيم وعملت اللي عليك. التودو ليست بتديك شعور مهم جدا انت محتاجه. كلنا بنحس ان احنا مقصرين وما عملناش اللي علينا. طب مين اللي قال لنا كده؟ هل اللي بيحدد كده هو ساعات المذاكره؟ هل اللي بيحدد كده هو نتائج الامتحانات بتاعتنا؟ طبعا لا. اللي بيحدد ده هو ان انا احط لنفسي هدف واخلصه في اليوم فاعمل تشيك جنبه فحس ان انا عملت اللي عليا. فلو ما عندكش تودو ليست انت ما تعرفش انت عامل ازاي او هل انت عملت اللي عليك ولا لسه. تعالوا نكتب قائمه مهام سريعه جدا نحضرها لبكره عشان نبقى الصبح جاهزين وعارفين احنا ورانا ايه. هيبقى في عندي واجب كيمياء غالبا لو ما عملتوش هطرد من الدرس او المدرس هيهزقني مثلا، فلازم اعمله. في بحث هخصص له ساعه لساعه ونص، لو خلص اوكي، لو ما خلصش فان شاء الله هكمله بكره وهبقى اضيفه على التودو ليست بتاعه اليوم اللي بعده. هحضر سكريبت لفيديو جديد وان شاء الله ياخد معايا ساعه او اقل باذن الله. ولو زاد عندي وقت فانا هقرا في روايه انا بحبها، يعني وقت تقريبا حوالي ساعة او 20 صفحة وبس كده. دي كانت تجربة سريعة لكتابة قائمة المهام او التودو ليست اللي تعتبر بالنسبة لي من اهم الحاجات اللي ببدأ بيها يومي. فعايزكم تكتبوا قائمة مهام كده تخيلية من دماغكم وتسيبوها لي في الكومنتس وانا اخد نظرة عليها. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي من الكورس بتاعنا. ولو احتجتوا حاجة ادوا العيش لخبازه. سلام.